برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، أقامت جمعية أسر التوحد ومشروع ريش طيف مزادا للوحات ريشة طيف، وهو المشروع الأول من نوعه في المملكة لدعم المواهب من ذوي التوحد. تفاصيل هذه الفعالية الجميلة ينقلها لنا زميلنا مبارك الكويكبي في التقرير التالي. اليوم المزاد هذا يضم 100 لوحة من رسم ذوي اضطراب طيف التوحد، شباب وفتيات. والمزاد اليوم الهدف منه إنشاء من الريع إنشاء مركز لذوي اضطراب طيف التوحد لتنمية مواهبهم. فترة المشروع كانت مدة سنة، وخلال السنة هذه اشتغلنا على 20 طفل وشاب في كل منطقة، في الرياض، في منطقة مكة المكرمة، في المنطقة الشرقية، ومنطقة جازان، ومنطقة عسير. والجميل في هذا الموضوع أنه صراحة يعني أمراء المناطق دعموا المشروع هذا بشكل جدا كبير، لأنهم جو افتتحوا المعارض الخاصة بذوي اضطراب طيف التوحد. ريع المزاد بإذن الله راح يكون لإنشاء أول مركز مثل ما قلت لك لتنمية مواهب ذوي التوحد. الفكرة في هذا المركز أنه يكون في استدامة في التعليم وفي العطاء وفي تطوير مواهبهم. ودائما المقولة تقول أنه ما في إنسان يولد بلا موهبة، ولكن تحتاج الكثير من التطوير. انطباع صراحة جميل، شعور جميل ان نشوف نتاج كذا سنة من جمعية أسر التوحد، بحيث انهم تبنوا فكرة ان او المتوحدين اللي عندهم طيف توحد او اللي عندهم اعراض التوحد تبنوهم بحيث انهم ينمون مواهبهم الفنية، واقاموا لهم هذا المعرض في اكثر من منطقة من مناطق المملكة، وكان مسك الختام هنا في قصر الثقافة، بحيث انهم يقومون بعمل المزاد لغالب اللوحات أو 100 عمل فني، وإن شاء الله أنها تصير بادرة جميلة. هي تدعم الجمعية نفسها، هذا شيء جميل في الجمعية أنها انتقلت من أنها رعوية إلى تنموية، هذا ينمي موارد الجمعية بحيث أنها تساهم في رفع المستوى التوعية أو المساهمة حتى المادية للأسر التوحد.